صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل. 6 أبريل ده موافق 5 رمضان، يعني الأيام الحلوة بتجري بسرعة منا. صباح الخير. صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا في كل مكان. احنا عايزين نقول يعني 5 أيام عدوا من رمضان، عدوا بسرعة كده سريعا جدا. ربنا يعني يخلي كل الناس سعيدة ومبسوطة ومستريحة إن شاء الله، ويبلغنا العيد كده في حالة من الإطمئنان والفرحة. احنا بنشوف اليومين دول كده المسلسلات الوطنية والحالة اللي عاملاها اللي موجودة في رمضان السنة دي، وكمان نقدر نقول السنين اللي فاتت، حاسين كده ان احنا رجعنا مثلا لمرحلة الثمانينات لما كانت مصر كلها والدول العربية بتقعد بتستنى كل مشهد وكل حوار وكل جملة بتتقال في مسلسلات زي مثلا رأفت الهجان اللي كلنا تربينا عليه. التتر نفسه تلاقيه عايش كده لغاية دلوقتي في وجدان المصريين. الحالة دي أنا حاسة أنها بقت موجودة يا أحمد، ونحن فعلا بقينا شايفينها بين الناس وموجودة في البيوت المصرية عادي خالص زي زمان. تلاقي كل كده حريص أنه يتابع المسلسلات الوطنية اللي بقت جزء أساسي من الدراما الرمضانية كل سنة. ده حقيقة منا. يمكن أنت اتكلمتي على الثمانينات ومسلسل رأفت الهجان وغيرها من الأعمال الدرامية، لكن النهاردة أصبح عندنا أعمال بتشكل وعي جيل بحاله، جيل يمكن معاش كل التفاصيل الخاصة بالفترة دي، لكن أصبح عندنا عمل درامي متكامل بيحترم عقل المشاهد اللي بيتفرج عليها. وفي نفس الوقت الحالة دي بتعكس إن صناع الأعمال الدرامية الرمضانية الوطنية قدروا إن هم يرجعوا مرة تانية الريادة والجماهيرية لنوع جديد من المسلسلات اللي كنا افتقدناها لسنين كتيرة، وهي المسلسلات الوطنية، المسلسلات اللي اختفت زي ما قلت لكم لسنين كتير جدا من على الخريطة الدرامية، والنهاردة قدرت إن هي يعني تكون عامل أساسي ومهم جدا في تشكيل وعي قطاع كبير جدا من المشاهدين، خاصة الأجيال الجديدة، لأن هي بتوثق مرحلة مهمة. المرحلة دي فيها أحداث، فيها تفاصيل يمكن إحنا بنعرفها كمان كلنا لأول مرة، لكن ده بيظل رهان على إن المعركة الحالية هي معركة تشكيل الوعي، معركة الوعي الحقيقي اللي لازم نرسخه بكل صوره الصحيحة لدى المواطن. الدراما اللي بتبرز الأعمال الوطنية، لو في حاجة اسمها مصطلح الدراما الوطنية، مش عارفة في مصطلح أصلا اسمه كده ولا لأ، بس لو فكرنا كده هنلاقي إن احنا لما نقدم دراما بتقدم عمل فني مهم، وفي نفس الوقت بتكون بتوثق لتاريخ الأبطال والأحداث والمواقف، كمان ممكن تكون بتشكل وعي الناس. ممكن كده لو بصينا بعد 40 ولا 50 سنة نشوف مسلسل الاختيار ده مثلا زي كتاب تاريخ، ممكن يكون متاح بسهولة قدام الأجيال الجديدة علشان تعرف بالظبط إيه اللي حصل في الفترة دي، إيه اللي اتقال، إيه اللي الناس عاشته، ويبقوا عارفينه وحاسينه وشايفينه. أعتقد ده هيفرق قوي. شفنا ده زي ما أنت قلتي، عايشينه وعارفينه وحاسينه. شفنا ده منه أعتقد يمكن السنة اللي فاتت في هجمة مرتدة والاختيار الجزء الثاني. النهاردة عندنا مسلسل في غاية الأهمية غير الاختيار الجزء الثالث، لأن ده خلاص بقى بره التصنيف، محدش يقدر يتكلم عليه من كتر ما هو يعني إحنا كمان كجيل يعني حالي عشنا تفاصيل كتيرة من الأحداث اللي موجودة. فأنت قلت حاجة مهمة قوي، إن هم النهاردة صناع العمل الدرامي بيسردوا تفاصيل
يعني بتحترم عقل المشاهد فعلا، وبتثبت للمشاهد ان احنا بنقول كل حاجه، ما عندناش حاجه نخاف منها، كل حاجه حصلت احنا بنسردها بندونها في عمل درامي متكامل. لكن يمكن من المسلسلات الجديده اللي موجوده كمان، مش بقى هجمه مرتده والاختيار، عندنا كمان العائدون. لكن انا عاوز اقول ان العامل الاساسي في التفاف الناس حوالين الاعمال الوطنيه دي هو ان في مساحه كبيره من الحريه، مساحه في مناقشه القضايا المطروحة، مفيش سكوت عن أي حاجة، كل القضايا، كل المواقف، كل الأحداث موجودة بشكل زي ما قلت لمنة بيحترم وعي المشاهد، علشان الجمهور مدرك تماماً يعني قيمة وأهمية النوعية دي من الدراما اللي يمكن بتبرز جهود الدولة في مواجهة الإرهاب والحفاظ على الدولة الوطنية. لأن احنا عارفين مفيش حد يعني يخف عليه ان الحرب الحالية هي حرب الشائعات، حروب الجيل، مش هقول الرابع بس لأن في الجيل الخامس كمان اللي بيشككك في المعلومة، عشان كده انت لازم تطرحي كل المعلومات بمنتهى الشفافية والمصداقية. اكيد يا احمد، يعني نقدر نقول ان القضية الأساسية اللي ممكن المسلسلات الوطنية قايمة عليها هي قضية الوعي. المشاهد بطبيعته ضد ان هو يتلقن، ضد ان حد يقول له يلا انا هقول لك، يلا انا هوعظك، يلا انا هرشدك، محدش بيبقى قابل الكلام ده. لكن لما تتقدم القضيه الوطنيه بالشكل الدرامي اللي حصل فيها، وفيها جانب توثيقي، وده مهم جدا عشان دايما ناكد على المجهود اللي حصل، ودايما نبقى عارفين اللي حصل، اكيد النتيجه اللي بنشوفها هتكون دلوقتي هي الموجوده، والنجاح الكبير اللي بتحققه المسلسلات دي، خصوصا طبعا مسلسل الاختيار اللي بيتعرض منه دلوقتي الجزء الثالث، واللي بتدور احداثه عن البطولات الوطنيه اللي قدمها رجال الجيش والشرطه من اجل الدفاع عن الوطن وحمايته. ده حقيقة منا، يعني كمان مش الاختيار بس، لأن أنا براهن النهاردة أو في الموسم ده تحديدا على مسلسل في غاية الأهمية، هو مسلسل العائدون. شفنا مسلسل العائدون بكل التفاصيل اللي موجودة، وإزاي كانت الأجهزة الأمنية أو جهاز المخابرات المصري كان في عمق داعش تحديدا. لكن يعني في عندنا سؤال مهم هو هيحاول المسلسل يجاوب عليه خلال الحلقات القادمة، العائدون من داعش هيروحوا فين؟ ده السؤال اللي كلنا بنسأله من اليوم الأول لمجرد ما اتفرجنا على المشهد الخاص بحرق فراج، يعني الممثل العظيم اللي قام بالدور يعني على أكمل وجه. لكن في تفاصيل كثيرة بنشوفها، هي الناس دي هتروح فين؟ يعني مش عايزين نحرق تفاصيل بصراحة. أنا عندي يعني شغف كبير قوي اللي أنا أتفرج وأعرف التفاصيل، من كتر ما في تفاصيل كثيرة كمان موجودة كانت غايبة عن الواحد. إحنا كلنا شايفين داعش بفزاعة داعش، لكن الحمد لله النهاردة الموضوع ما بقاش زي ما كان مريب بشكل كبير من سنين فاتت. هيروحوا فين؟ هو ده اللي احنا هنجاوب عليه، او المسلسل تحديدا هيجاوب عليه خلال يعني الحلقات القادمة. لكن ما فيش شك ان احنا السنة دي عندنا وجبة درامية وطنية مهمة جدا، ومن اول نزول البرومو الخاص بكل الاعمال الدرامية الوطنية هتلاقي فيه متابعة للاحداث اول باول، في متابعة للحلقات الاولى، في فيدباك او ردود فعل يعني غاية في الاهمية للمشاهدين، بتقول ان انت مش مجرد وصلت لشريحة معينة من العمر عند المشاهد، لا قدرت اللي انت كمان توصل لأجيال صغيرة في السن. انت بترسخ مبادئ الوطنية عند كل الأجيال اللي موجودة في المجتمع المصري، علشان كده انت بتقول رسالة ان كمان يعني حافظوا على البلد دي. البلد دي مرت بتهديدات كتيرة جدا، مرت بتهديدات وتحديات كتيرة، لكن كان دايما الرهان الخاص بوعي المواطن المصري هو الرهان الناجح. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا نروح دلوقتي لدينا شرف نعرف منها ايه اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الذهب واخبار رمضان معاها كمان. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا احمد. صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. متابعه ايه في الدراما؟ اكيد الاختيار 3 يعني من اهم المسلسلات اللي بتابعها يمكن على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، لان ده فعلا المسلسل ده اثبت بقوه ان دور القوى الناعمه في تشكيل وعي المشاهد او المواطن المصري البسيط ده مهم جدا، من خلال ان احنا بنشوفه في الاختيار 3. هو مش مجرد مسلسل درامي بيتذاع في رمضان، لكن بالنسبه لنا هو ملحمه وطنيه فعلا بتوثق تاريخ عشناه كلنا. دايما كنا بنتابع حاجات في التاريخ ما عشناهاش، يعني الاجيال دي ما عاشتهاش، لكن احنا
شفناها صوت وصورة وكنا كل يوم فيها في الحدث نفسه، فلما بنشوفها قدامنا وبنعرف الخيوط كلها كانت متركبة ازاي أكيد بيفسر لنا حاجات كتيرة جدا، وبيأكد لنا رؤية الدولة المصرية في حمايتها كانت كبيرة جدا، وبيأكد كمان هي قوة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة قوى الشر. خليني بقى دلوقتي أستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة، وبامتداد الشارع لحد محطة غمرة بتظهر سيولة مرية، ومن غمرة لمدينة نصر بتشهد بعض الشوارع كثافات مرية، وعلى الأوتوستراد في سيولة مرية نسبية بتزيد بعد شوية للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم. كذلك الأمر في بعض الكثافات البسيطة اللي بيشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات قدام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرية أيضا في اتجاه العكسي، لكن ظهرت بعض الكثافات النسبية المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. هنروح معاكم في جولتنا لشوارع الجيزة وتحديدا من شارع السودان اللي بيشهد سيولة مرية، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لجامعة القاهرة هناك في بعض الكثافات المرية. الدقي بتشهد الطرق هناك سيولة مرية لحد كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وبتظهر كثافات كبيرة على محور صفة اللبن المتجه من الدائري وصولا لكوبري ثروت لحد شارع أحمد زويل، هناك هتكون بعض الكثافات البسيطة، لكن ظهرت سيولة مرية في محيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات، وفي كمان كثافات في شارع فيصل. وهنروح معاكم لمحافظة الأسكندرية وعروس البحر المتوسط، وزي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات موجودة عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، كمان في كثافات في المنطقة المحيطة لكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما بقى الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرية لكن نسبية. ونكمل جولتنا المرية ونروح لمدينة أسوان وهتابع الحالة المرية هناك، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرية لحد ما نوصل لمحطة القطر. وكده خلصت جولتنا في أحوال المرور، تعالوا مع بعض نتابع بقى متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ معاكم الدولار الأمريكي وسعر البيع 18 جنيه و31 قرش وسعر الشراء 18 جنيه و21 قرش، اليورو سعر البيع 20 جنيه و11 قرش وسعر الشراء 19 جنيه و99 قرش، الجنيه الاسترليني سعر البيع 24 جنيه و6 قروش وسعر الشراء 23 جنيه و92 قرش، فرنك سويسري سعر البيع 19 جنيه و80 قرش وسعر الشراء 19 جنيه و68 قرش، والريال السعودي سعر البيع 4 جنيه 88 قرش وسعر الشراء 4 جنيه 85 قرش، الدينار الكويتي سعر البيع 60 جنيه و20 قرش وسعر الشراء 59 جنيه 79 قرش، درهم الإماراتي سعر البيع 4 جنيه 98 قرش وسعر الشراء 4 جنيه 95 قرش، أما اليوان الصيني فسعر البيع 2 جنيه 87 قرش وسعر الشراء 2 جنيه 86 قرش. ومكملين معاكم فيها كمان لأسعار الذهب، لأن طبعا احنا تفاوت أسعار الذهب يوميا، هنقول النهاردة أن سعر السوق لعيار 18 836 جنيه، عيار 21 975 جنيه، عيار 24 1114 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 7800 جنيه. نطمنكم على حالة الجو النهاردة، بس الجو حر لأن لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والجو النهاردة هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في كمان أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ده غير كمان في نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.
صباح على حضراتكم مرة تانية، ونبدأ معاكم فقراتنا الخاصة أو فقرتنا الإخبارية اللي أولها الخبر الخاص بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح اجتماع مهم تابع فيه الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان. وجه سيادته في هذا الاجتماع بمواصلة العمل في مختلف مشروعات الوزارة على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، وكمان وجه بتطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية علشان تكون متاحة لكل الشرائح من المواطنين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين. وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر. كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه السيد الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلا عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لا سيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني وتطوير حديقة الأزبكية التراثية إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو. كما عرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة. ومبارح السيد الرئيس أجرى اتصال هاتفي مع فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر للتهنئة بفوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية في المجر. وأشاد السيد الرئيس بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وأعرب سيادته عن التطلع مصر لتعمقها وتعزيزها على كافة المستويات. طيب تعالوا دلوقتي نتابع تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، خاصة الخبر الخاص باجتماع أو ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وكمان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد لشركة يابانية في الفيوم بحجم استثمارات بيقدر ب 20 مليون يورو. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أهمها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر، وأيضاً تقييم الإجراءات المهمة اللي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت لضمان تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية.
كمان امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي وفد شركة يازاكي يورب ليميتد اليابانية، وأعرب عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة إقامة مصنع لها في مصر، خاصة إن هي بتعتبر واحدة من أهم الشركات العاملة اللي بتشتغل في مجال تصنيع مكونات السيارات في العالم. وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم الممكن والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء المصنع وتشغيله في أقرب وقت. شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد لشركة يازاكي في الفيوم بنظام المناطق الحرة الخاصة وبحجم استثمارات أولية بيصل لـ20 مليون يورو. امبارح كمان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت بشأن تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، وقال إن الدولة حريصة على زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبني نظم حديثة في الري. كمان نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة بعنوان التغيرات المناخية والتحول الرقمي بالتعاون مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي أو سفراء المناخ. المبادرة دي أطلقتها مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وهدفها هو حشد جهود الشباب وتأهيل المجتمع لمواجهة التغيرات المناخية. وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا مع بعض نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. منها هنشوف إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط، وكمان في ماتشات مهمة النهاردة في الدوري المصري وربع نهائي أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيتم تنظيم قوافل طبية شاملة في قرى 4 مراكز في محافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة هتوفر خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات الأكثر احتياجاً. كمان النهاردة هيعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي 2022، واللي بيوافق 7 إبريل من كل عام. السنة دي الاحتفال بيوم الصحة العالمي هيكون تحت شعار كوكبنا صحتنا، وهيركز على الإجراءات العاجلة اللازمة للحفاظ على صحة البشر والكوكب. لعشاق الدوري المصري النهاردة موعدهم الساعة 9:30 مع مباراتين من العيار الثقيل، الأولى بين الزمالك وبيراميدز، والتانية بين الأهلي والاتحاد السكندري في إطار الجولة 11 من عمر الدوري المصري. بالنسبة للكرة الأوروبية النهاردة الساعة 9 هيكون في مباراتين، الأولى هتجمع تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التانية بين بايرن ميونخ الألماني وفياريال الإسباني، وده في إطار لقاءات مباريات الذهاب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. ومن الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، تعالوا نروح مع بعض سريعاً كده في جولة بأخبار المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات، خاصة تجهيز 44 موقع لاستقبال محصول القمح في المنيا، وكمان تنظيم قوافل متنقلة لتطعيم المواطنين أمام المساجد، وده عقب انتهاء صلاة التراويح في محافظة البحيرة. وأخبار تانية مهمة من الشرقية والدقهلية هنعرفها من خلال التقرير التالي. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من المنيا اللي تم فيها فتح 44 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية لعام 2022، وده في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون. في البحيرة تم نشر فرق تطعيم لقاح كورونا أمام المساجد أثناء صلاة التراويح والتجمعات، وده لتسهيل تلقي اللقاح داخل جميع مدن وقرى المحافظة. في الشرقية قامت الفرق الطبية حتى الآن بتطعيم 3,554,000 مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بنسبة تغطية بلغت 83%، بالإضافة لتطعيم أكثر من 2 مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية 67%. في الدقهلية عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع بمديري المستشفيات الصحية بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية لكافة المصاعد والتأكد من صلاحيتها للاستخدام حرصاً على سلامة وحياة المرضى والمترددين. ووجه المحافظ بتغيير كافة المصاعد التي لا تصلح للاستخدام وتركيب مصاعد جديدة بدلاً من المعطلة والمتوقفة.
في كفر الشيخ تم الإعلان عن الانتهاء من تبطين 282 كيلومتر من الترع، وده ضمن الخطة المستهدفة لتبطين وتأهيل 1000 كيلو خلال 4 سنوات اللي بدأت من شهر يوليو 2020 وهتنتهي في يوليو 2024. احنا شفنا مع بعض يا احمد قد ايه الجهود اللي موجوده في المحافظات الفتره اللي فاتت. كنا دايما بنبقى مركزين اكتر، او يعني على سنوات ماضيه كنا بنبقى مركزين اكتر في ان التطوير والتحديث يبقى موجود في المحافظات او في المدن الرئيسيه في المحافظات، لكن دلوقتي بقى حياه كريمه الوضع اختلف تماما، وبقت الخدمات بتوصل لغايه الناس في الاماكن المختلفه، وخصوصا الاماكن الاطراف الحدوديه والمحافظات عمق المحافظات والاماكن النائيه بالذات. صحيح. وبتوصل الخدمه أهلنا في مكانها. ده صحيح، يعني حالة من التكامل كمان والتضافر ما بين كل الجهود، كل المؤسسات، كل الوزارات وكل الأجهزة المعنية، علشان هدف واحد فقط هو توفير حياة كريمة، حياة بتليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة. ده حقيقي يستحقوها تفتكري؟ طبعاً أكيد طبعاً. لا يعني حقيقي والله فعلاً، انزلوا وشوفوا اللي بيحصل على الأرض، في حاجة الواحد يكون فخور إن هو مصري من كم العمل، كم التحديات والصعاب اللي بتزلل علشان خاطر حاجة واحدة فقط، اللي أنت ترفع العبء من على كاهل المواطن المصري الكبير في السن تحديداً اللي موجود زي ما قالت منا في أطراف مترامية. يمكن أنا كنت يعني ليا حظ وليا نصيب اللي أنا أروح أشوف الشغل اللي بيحصل في حياة كريمة في محافظة الشرقية، واشوفه كمان في محافظة الفيوم، واعتقد انت روحتي المنوفية صح؟ يعني لفينا في جولة كده سريعة وشفنا الشغل اللي بيحصل. كفاية حاجة واحدة بس والله لقيت فيها أثر طيب وأثر كبير جدا عند كل الناس، فكرة المركز الخدمي المتكامل اللي فيه سجل مدني وفيه كل ما يحتاجه المواطن موجود في قرية، وبيخدم أكثر من يعني نجع أو قرية صغيرة حوالين منها. انت بتوفر ايه؟ قالك كفاية بس ان ده بيخلي لي يعني المزلة اللي كنت بتحملها او التعب اللي كنت بتحمله علشان طبعا خاطر اوصل للسجل المدني طبعا مثلا طبعا في المدينة او في المركز، يقولك كنت باخد مواصلة 5 جنيه مش عارف لا اروح لهناك، وخمسة جنيه زي النهاردة بقى جنب البيت عندي، غير ان هو علله سعر الارض بتاعته. يعني خلي بالك برضو دي كانت حاجة من الخدمات لما وصلت. ده حقيقي، والشعور بالامان كمان ان انت عندك خدمات، قادر يبقى عندك كمية حلوة صحي، ويبقى عندك صرف صحي، ده بيقلل الامراض، يعني كلها حاجات في الاخر بتصب في صالح كل الناس. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، خليكم معانا. ورجعنا حضراتكم مرة تانية وهنتعرف معاكم على الحالة الجوية بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. عايزين نطمن عن حاله الجو، لان طبعا احنا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، وصلنا امبارح كنا 40 والنهارده 38 ومع الصيام فصعب جدا. بالفعل يمكن احنا منذ الامس بنشهد ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه. الارتفاعات دي هتكمل معانا النهارده كمان، وبالفعل متوقع العظمى على القاهره الكبرى اليوم تكون 38 درجه مئويه، في طبعا درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي 8 ل 9 درجات. الطقس بالفعل خلال فتره النهار هيكون شديد الحراره على كافه مناطق الجمهوريه فيما عدا طبعا سواحلنا الشماليه الغربيه، الطقس بيكون عليها مائل للحراره، يمكن دي المناطق الوحيده اللي هتشهد انخفاض في درجات الحراره، لكن باقي مناطق الجمهوريه عليها ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. ايضا خلال ساعات الليل ومع غياب اشعه الشمس هتظل درجات الحراره مرتفعة ما بين 19 وال 20 درجة مئوية، والأجواء هتكون معتدلة الحرارة أيضا على كافة الأنحاء خلال فترات الليل. كمان اليوم في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيكون بعد فترة الظهيرة هيحسسنا شوية بالأجواء تكون أحسن من الأجواء اللي احنا شهدناها بالأمس، لكن طبعا لسه درجات الحرارة مرتفعة. كمان درجات الحرارة وارتفاع في درجات الحرارة ده هيكمل معانا غدا إن شاء الله الخميس، يمكن الخميس كمان متوقع العظمى تكون 39 درجة مئوية، هيكون فيه هدوء في سرعات الرياح، فالطقس شديد الحرارة لسه مستمر معانا ليوم الخميس. اعتبارا من يوم الجمعة احساسنا بحرارة الجو الشديدة دي، ده بسبب ان الرطوبة بدأت ترتفع مرة تانية؟
لا هي درجات الحرارة مرتفعة لكن نسب الرطوبة منخفضة جدا، يعني نسب الرطوبة لا تتجاوز 50% خلال فترات الليل، 20% خلال فترات النهار، فنسب الرطوبة منخفضة لكن هي درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ، عشان احنا كده بدأنا نحس بارتفاعات درجات الحرارة في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فاحنا بنقول نسب الرطوبه منخفضه فمش هنحس بارتفاع درجات الحراره زي فصل الصيف، لكن التعرض المباشر لاشعه الشمس هو ده اللي بيزود احساسنا بارتفاعات درجات الحراره، عشان كده احنا دايما بننصح الساده المواطنين يعني تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. والموجه دي هتنكسر ان شاء الله يوم الجمعه صحيح؟ بالظبط، من يوم الجمعه هتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، هيبقى كمان في نشاط للرياح هيساعد على الاحساس بانخفاضات درجات الحراره، هتكون الظاهره المؤثره هي عوده الشبوره المائيه في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل، وانخفاضات درجات الحراره دي هتكمل معانا لبدايات الاسبوع. اكيد احنا بنتابع مع حضرتك يوميا الحاله الجويه، اكيد هنكلم حضرتك بكره ونتابع معاكي خلال الايام القادمه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدا من القاهرة والعظمى 38 والصغرى 20، الإسكندرية 28-17، مطروح 26-17، سيوة 41-20، بورسعيد 33-20، دمياط 32-20، إسماعيلية 39-20، السويس 38-20، العريش 37-20، طابة 35-21، كاترين 30-26، شرم الشيخ 38-24، الغردقة 36-23، الفيوم 40-21، بني سويف 40-21، المنيا 40-21، اسيوط 41-22، سوهاج 42-23، قنا 42-24، الاقصر 42-24، اسوان 42-25، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 36-22، واخيرا حلايب 32-21. بكده طمنا حضراتكم على الحالة الجوية، هرجع مرة تانية لأحمد ومنة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا لك. امسكية رمضان هي من أوائل الطقوس اللي بتميز رمضان من سنين طويلة، لأنها بتعتبر زي دليل لمواعيد الصلاة، وبتعرفنا كمان ميعاد أذان الفجر عشان نبتدي الصيام، وموعد أذان المغرب علشان نفطر. ده بيحصل طول 30 يوم في رمضان. السؤال بقى، إمتى اتطبعت أول إمسكية لرمضان؟ الإجابة هنشوفها مع بعض في التقرير اللي جاي. إمساكية رمضان هي دليل الصائم خلال أيام الشهر الكريم، وعلى مدار سنوات طويلة كانت الإمساكية بمثابة لوحة فنية مرسومة ومطبوعة بعناية فائقة، والبداية كانت في عهد محمد علي حينما أصدر أول إمساكية، وكانت عبارة عن ورقة واحدة مطبوع فيها مواعيد الصلاة والإمساك عن الطعام والإفطار، وطبعت في دار الطباعة الباهرة بحي بولاق. كانت تشير إمساكية رمضان في الماضي إلى مدى وجاهة ورقي صاحبها، سواء كانوا أشخاص أو شركات أو جمعيات، وكانت تؤرخ للعصر الذي صدرت فيه من ناحية التقدم في الرسم والطباعة وفكرة الإمساكية. ومع التطور التقني الحالي تحولت الإمساكية الورقية إلى تاريخ وحالة من الزمن الجميل يحرص الهواة على اقتنائها، بعدما أصبح الهاتف المحمول بديلاً لأشياء كثيرة في حياتنا. تعالوا نتابع بقى دلوقتي ملخص للي حصل امبارح في الحلقات من المسلسلات الرمضانية زي ما احنا متعودين، لأن كان فيها أحداث كتيرة قوي وتفاصيل مهمة هنتعرف عليها في التقرير اللي جاي. وجبة درامية جديدة شهدتها الحلقات رقم 4 من موسم دراما رمضان. كالعادة هنبدأ متابعتنا للأحداث بمسلسل الاختيار 3 اللي بدأت أحداث الحلقة الرابعة باسم النائب العام. بتتناول الحلقة الأزمة المتكررة لانقطاع الكهرباء ونقص الوقود في عهد مرسي. بيجتمع رئيس الوزراء وقتها هشام أنديل اللي بيجسد شخصيته صبحي خليل مع حكومته عشان يبحث الأزمة ويوصل لحلول لاحتواء غضب الشعب. فتح أنديل النقاش مع الوزراء لاقتراح حلول الأزمة، وهنا تكلم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وأكد إن لازم نتكلم مع الشعب بصدق ونوضح لهم الأزمة الاقتصادية ونحطهم في الصورة بأن التحديات كبيرة
لأن الأزمة دي مش هتنتهي إلا بمشاركتهم. وهنا ظهرت علامات عدم الاهتمام باقتراح الفريق عبد الفتاح السيسي. وفي مشهد تاني بيجتمع خيرت الشاطر مع محمد مرسي، وبيدور حوار بينهم وبين بعض عن استغلال حالة الغضب الشعبي في البلد وتوجيهها للنائب العام علشان يتخلصوا منه ويحطوه في مواجهة قدام المعارضة. وفعلاً مرسي سمع كلامهم ووقع على قرار بإقالة عبد المجيد محمود النائب العام. احنا موضعين كل حاجة على الأرض، بص يا دكتور من الآخر كده، النائب العام ده مش هيمشي إلا بقرار جريء وصادم. بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون بشكر خاص لمحمد فراج على أدائه دور أبو مصعب، وبعد اللي حصل في حلقة امبارح من إنقاذ الضابط عمر لأبو عميرة من عمق داعش في عملية ناجحة ورجوعه لمصر. وحس قادة داعش بالإحباط وشافوا إن هيبتهم اتأثرت، وده بيدل على هشاشتهم وإن عملية واحدة ممكن تزلزل الجماعات المسلحة دي. وقرر سياف أمير داعش الانتظار على العملية اللي كان بيخطط لها في مصر رغم دخول رجالته الإرهابيين البلد. وفي مشهد تاني افتكر الضابط عمر أثناء تدريب حسين اللي بيجسده محمد فراج إن حسين كان قلقان يموت في معقل داعش وهم اللي يصلوا عليه، فكانت أمنيته إن المسلمين الحقيقيين يصلوا عليه عشان يتقبل الله دعائهم. فراح للمسجد وطلب من الشيخ الصلاة على حسين لأنه مات واتدفن بدون الصلاة عليه وسط ناس غير مسلمين. فراح الشيخ ونادى على المصلين اللي اصطفوا وصلوا عليه صلاة الغائب، وكان في مقدمتهم الضابط عمر. أنا بس كل اللي هممني إني لو مت هناك العالم الرمم دول هم اللي هيصلوا عليا، ودول بقى دعاهم ما فيهوش رجا. الحلقة الرابعة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بنشوف إن فاتن راحت للمحامي شكيب الإسكندراني علشان يحل مشكلة مسكن غير آمن اللي ناوي يرفعها عليها طليقها سيف، وقال لها المحامي إن في حل وحيد وهي إنها تروح لمجمع الخدمات المتكاملة اللي بيستضيف المرأة اللي تعرضت للعنف، ووضح لها إن المكان راقي جداً وتابع وزارة التضامن الاجتماعي، ولو صدر من طليقك أي حاجة هيكون الرد من الحكومة نفسها. وفعلاً فاتن راحت هناك وشرحت لهم كل حاجة ورحبوا بيها. بصي أنا لقيت لك حل في مكان، لو رحت فيه أنت وبناتك استحالة طليقك يقول عليه كلمة لا هو ولا المحامي بتاعه، ده غير وجودك فيه إدانة له. إيه المكان ده؟ مجمع الخدمات المتكاملة، مركز استضافة المرأة المعنفة. في الحلقة الرابعة من مسلسل دايماً عامر بدأت الأحداث بجولة مصطفى شعبان اللي اصطحبوا فيها صلاح عبد الله وخده عشان يعرف المدرسين عليه باعتباره هو المشرف الاجتماعي الجديد في المدرسة. وبعد جولة التعارف راح مصطفى شعبان لبهجة مسؤول شؤون الطلبة اللي هو شريف دسوقي عشان يعرف منه ملفات الطلبة ومعلومات عن الطلبة علشان يحل مشاكلهم كمشرف اجتماعي. حول ولا قوة إلا بالله، طب ما يمكن يا بهجة يا أخويا الولد عمل كده لما عرف ان امه هتتجوز. هو لسه ما يعرفش انها هتتجوز. اللهم اللي انت عرفت منين؟ انا شغلتي اديلك معلومات. الله الله الله. لا عندي حلول ولا بقول مصادر. وبدات احداث الحلقه الرابعه من مسلسل الكبير قوي الجزء السادس بان الكبير راح مع عمته الكبيره سما ابراهيم لبيت مربوحه اللي بتجسد شخصيتها رحمة أحمد علشان يخطبوها، لكن الكبير بلغ عمته إنه مش عاوز يتم جوازته لأنه لسه بيحب هدية، بس هي بتصر على الجوازة. وفي الوقت اللي الجوازة فيه بتتم العترة وجوني بيخططوا إزاي يتخلصوا منها لأنهم مش عاوزين الكبير قوي يتجوزها. بس الجوازة تمت واحتفل الكبير بحفل زفافه وسط أهل المزاريطة، وسط الفرح ظهر جوني اللي نفذ قراره وخسر وزنه ورجع لجسمه الطبيعي. كمان فاجئ جوني الكبير وجاب له المغني أحمد شيبة عشان يحيي فرحه. لا يوم عدي على حرمة بيت ولا جيت على حتى ضعف منك حجاني يا كبير، قلبك في خير لو استنار ولا بيهمك. الحلقة الرابعة من مسلسل مكتوب عليا بدأت بالقبض على العصابة اللي قامت بالسطو المسلح على البنك اللي بتشتغل فيه سلمى، وده أتاح الفرصة لأكرم حسني أو جلجل إنه يتعرف عليها، لكن ما ادتلوش اهتمام وتجاهلته. بعد كده راح لصاحبه في مكان عمله وبلغه إن موضوع الكتابة اللي بتظهر على إيده جت في صالحه لأنه قدر من خلالها يكتشف أمور كتيرة كانت هتضره. اكتشفت يا سيد إن موضوع الكتابة ده دايماً بيجي في صالحي، يعني بسبب الكتابة
أنا أنقذت حبيبة قلبي من الموت. الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا رابط 2 حصل فيها أحداث مشوقة ومواقف طريفة. والدة سارة اللي بتجسد شخصيتها الفنانة شيرين راحت لها علشان تبارك لها على الحمل، وهنا سارة بتقول لوالدتها إنها قلقانة بخصوص الحمل وإنها مش عاوزة تعرف نوع الجنين، فوالدتها قالت لها إنها جابت كل حاجة للطفل لكن معرفتش تطلع بالشنطة، فطلبت سارة من زومبا إنها تنزل تجيب شنطة البيبي من عربية والدتها. وبعد ما زومبا أخدت المفتاح سمعت سارة وهي بتقول إن نفسها الطفل يجي بسرعة، فلما نزلت علشان تجيب الشنطة من العربية واحدة من الأمهات كانت بتحاسب التاكسي قدام باب العمارة وحطت طفلها الرضيع فوق العربية، فراحت زومبا أخدت الطفل وطلعت بيه لسارة في الشقة. يا لهوي ابني، الحقوني يا ناس ابني، ما شفتيش يا اختي العيل اللي كان هنا؟ ما شفتيش حد عدى أخده؟ ابني يا ناس الحقوني الحقيني يا اختي. الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار شهدت افتراق محمد رمضان أو ماهر عن دينا الشربيني أو ورد، وده بعد ما هربوا من رجالة أحمد كمال وجيه بيه واستخبوا هما الاتنين مع ابنهم رحيم في جراج ترام اسكندرية، وراح ماهر علشان يجيب أكل، إلا إن ورد جريت من الجراج وهربت بعد دخول مجموعة من الشباب، وفي نفس الوقت تم احتجاز ماهر في الاسم بسبب الاشتباه فيه ومعرفش يتواصل مع ورد. بشر كنت نازل أجيب عشاء لمرات وابني، أنا كنت هجيب أكل بالفلوس دي كلها. الحلقة رقم 4 من مسلسل ملف سري للنجمة هاني سلامة شهدت أحداث كتير مشوقة. يحيى اللي بيجسد شخصيته هاني سلامة كان بيدور على خطيبته نور أو رحمة حسن بعد اختفائها قبل ميعاد جلسة الحكم في قضية عيلة الملكي، لكن ما لقاهاش، وكان هارون الملكي ويوسف الملكي قاعدين مع بعض بيتكلموا في أمور قديمة بينهم، ومن الواضح إن بينهم كره كبير بسبب عداء قديم. الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، ميعاد موجز الأنباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، وذلك في محيط جبلي موسى وسانت كاترين. كما تابع الرئيس السيسي تطوير منطقة القاهرة التاريخية بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، بالإضافة إلى تطوير منطقة مثلث مزبيرو. أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً استعرضت خلاله أعمال تطوير ميناء العريش والذي يستخدم في تصدير بضائع شمال سيناء من ملح وأسمنت ورمال للأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية. وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن أعمال تطوير الميناء تتواصل من إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وطرق داخلية وزيادة الغاطس، وكذلك مد حاجز الأمواج لاستقبال المزيد من السفن ولخدمة الأسواق الخارجية وتصدير المنتجات السيناوية. انتهت فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة القومية المسؤول الحكومي المحترف بمحافظة كفر الشيخ، والتي استهدفت 211 متدربا من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها لمدة 20 يوما تدريب، حيث تم الانتهاء سابقا من المرحلة الأولى التي استمرت لمدة 25 يوم تدريبي. البرنامج يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تطوير ورفع كفاءة موظفي الشباك الأمامي من مقدمي الخدمات المباشرة للمواطنين بالعديد من المديريات الخدمية المختلفة بمحافظة كفر الشيخ. يتوجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في شهر يونيو المقبل إلى لبنان وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. وأوردت الرئاسة في بيان أن السفير البابوي سلم الرئيس اللبناني رسالة خطية أعلمه فيها أن قداسة البابا فرانسيس قرر زيارة بيروت في شهر يونيو المقبل،
وستكون هذه الزيارة الثالثة إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للعملية العسكرية الروسية، وتشمل المساعدات الأمريكية منظومات مضادة للدروع. أعلن الإليزي أن باريس ستوفر قدرات مالية وبشرية للمساعدة في إجراء تحقيقات في الجرائم المتهمة بارتكابها القوات الروسية في مدينة بوتشاب بأوكرانيا. وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أعرب لزيلينسكي عن استعداد فرنسا لدعم العدالة الدولية والمساهمة في أعمال التحقيق وتوثيق أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين، وذلك بهدف محاسبة روسيا. نهاية موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. مطلعش إخوان يا مكاوي، دي أشهر جملة سمعناها في برومو مسلسل الاختيار في الجزء الثالث ليه، لكنها أثرت يعني معانا جدا ولمست قلوبنا، وكلنا بقى استوعبنا معناها في أحداث المسلسل بمجرد عرضه. إحنا معانا دلوقتي على التليفون الممثل والكاتب ياسين الضوي والمعروف باسم يعني عم مكاوي في مسلسل الاختيار. صباح الخير يا أستاذ ياسين. صباح الخير أو عم مكاوي بقى. كل المستمعين صباح الخير على حضرتك، وكل سنه وانت طيب، ويعني مبروك على حضرتك الدور. لكن عاوزين نعرف بقى في البدايه اتعرض عليك ازاي الدور ده اصلا، وكواليس كده اللي حصلت قبل ما توافق عليه. والله ما فيش يعني اللي هو في العادي، يعني طبعا ده اسعدني جدا وشرفني، وبعت لي يعني زي كل اللي اسند ليهم الادوار يعني، وحصل بس ما فيش يعني اقراءات معينه ولا يعني حاجة. يمكن مسلسل الاختيار تحديدا اي دور فيه حتى ولو يعني دور من ادوار الشرف بيكون يعني بمثابه شرف حقيقي لكل المشاركين فيه. واعتقد في حاله كده موجوده عندكم في الوسط الفني اللي انتم بتتصارعوا وبتتمنوا كمان اللي انتم تشاركوا في العمل ده، صح؟ طبعا يعني عمل قومي ووطني، ويعني يستحق المشاركة فيه طبعا. أكيد. طيب خلينا بقى نقول تفاصيل كده من اللي علقت مع الناس. مشهد كده ظهرت فيه احتفالات أكتوبر وقتلة الرئيس الراحل السادات، ناديت أنت على القهوجي وقلت له اقفل التلفزيون. المشهد ده بقى يعني شفته إزاي؟ عملته إزاي؟ فكرته إزاي؟ هل كان عندك متابعات لحاجة زي كده في ذلك الوقت؟ كنت شفت فعلا على الحقيقة حاجة زي كده وقت يعني مشهد قتل رئيس السادات فعلا، ولا فكرت فيها إزاي؟ هو كده بالضبط، يعني احنا استدعينا بس المشاعر لأنه يعني قتلت أبطال أكتوبر هم اللي راكبين على أو قاعدين في يعني في صدارة الصورة اللي تحتفل بأكتوبر اللي كانوا بيكذبوها يعني هم نفسهم ما كانوش معترفين بالحرب دي، يعني منهم ناس قالوا إنها كذبة أو تمثيلية أو تذكرين يعني فهم النهاردة اللي قدامنا هو بيحتفلوا بانتصارات أكتوبر طبعا احنا استدعينا المشاعر دي، يعني عشنا كل هذه الأحداث يعني الحمد لله كانت أيام صعبة لكن عدت علينا الحمد لله بإرادة المصريين. بس عاوز أسأل حضرتك سؤال مهم بقى، بتتفرج على مين يعني مع مين على المسلسل دلوقتي، وبتعيش يعني دور بقى المشاهد اللينا من موقع مش الممثل، لأ من موقع المشاهد وانت قاعد على كرسي المشاهد، اللي انت بتشوفه من تفاصيل موجودة في المسلسل؟ والله يعني اللي في حسباني كده وأنا بتفرج هو منجز الأول، ده إنجاز وثائقي مهم للتاريخ الحديث، هذا المسلسل يكتب التاريخ الحديث لمصر. ده حقيقي. بأمانة وبجرأة لأنه في حقائق لسه هتتضح يعني
ملفات اتفتحت وكده، او جاء اوانها انها يعني تعلن. فالحقيقه بتفرج كمان على مجهود او الانجاز بتاعها، مجهود ضخم جدا يعني. بمعنى انه عندك مسلسل فيه 200 ممثل والاف المجاميع والاف اللوكيشنات وشيء ووحدات التصوير كتيرة جدا ووحدات الصوت كتيرة جدا، في مجهود كبير قوي تعب الحقيقة. صحيح. ولا زال وده بان في الصورة، يعني لازال مستمر هذا المجهود. بس احنا بقى غير اللي احنا شايفينه في الصورة، احنا عايزين نسمعه بقى صوت، عايزين نعرف الحكاوي والتفاصيل وانتوا بتصوروا وانتوا المجموعات بتتحرك وانتوا بتاخدوا المشاهد بتاعت الثورة. يعني اعتقد ان التعامل مع المجموعات والتعامل مع هذا العدد الكبير من الناس اللي ممكن يكون فيهم شباب صغير ما لحقوش الثورة، وممكن يكون فيها ناس كبار قدروا يتابعوا ويشوفوا، كل واحد بقى بيمثل بمشاعره، هل بيبقى في حد محتاج يراجع معاكم السكريبت ولا انتوا لا بتسترجعوا الاحداث اللي حصلت بالفعل اللي عشناها كلنا؟ لا طبعا في سكريبت، في وفي حفظ السكريبت وفي مراجعه وفي كل حاجه طبعا. يعني اصلا مساله ما تنفعش على الاطلاق في اي نوع من الارتجال يعني. لا مش اكيد في حاجات مكتوبه، انا بتكلم في الحركه في استدعاء المشاعر من المواقف اللي حصلت. طبعا ما فيش كلام، اغلبنا عنده يعني الذكريات اللي تخليه يعمل ذاكره انفعاليه كويسه وهو بيأدي، لانه عشنا اغلبنا عاش هذه الاحداث يعني. كمان فعلا اغلب الناس صورت ظروف صعبه جدا، لو تفتكروا يمكن كان لسه الاشهر اللي فاتت دي او يعني الايام الاسابيع اللي فاتت لما كانت درجه الحراره فجأة المصريين بالهبوط الشديد ده يعني. صحيح. كنا احنا بنصور بملابس صيف في ملقى الثوى يعني. احنا صورنا مره في شارع القصر العيني قصاد مسرح السلام في كافيه كده قهوه في المنطقه اللي بره اللي على الرصيف اللي في الشارع. كانت لك ان تتخيل او لك ان تتخيل يعني درجه الحراره كانت عامله ازاي. كنا قاعدين بنترعش الحقيقه فعلا حقيقيا يعني. بس اعتقد يعني كللت النجاحات وتوجت يعني في النهايه بحاله القبول والتفاعل الشديد جدا مع المصري او من المصريين مع المسلسل. بس عندي سؤال اخير، لان في بعض الناس بيقولوا ان مكاوي ده المقصود بيه الكاتب والسيناريست مكاوي سعيد، هل ده حقيقي؟ والله لا حقيقه يعني، ما حدش وجه بدأ او حدش طرح الفكره دي، لكن الشبه موجود طبعا. هو مكاوي سعيد الله يرحمه، انا كنت اعرفه يعني، تتطابق صفاته الشخصيه الجميله المصريه العميقه دي مع مكاوي اللي في الدراما، وان كان في اختلافات طبعا. ويمكن التشابه اللي ظهر عشان كده الناس قالت كده يعني، فكره ان يعني حضرتك اديت الدور ببراعه، اديت الدور بحاله من البساطه، وهو ده الاوجه التشابه او يعني التقاسم ما بينك وما بين مكاوي سعيد رحمه الله عليه. يعني كان راجل وطني عظيم وكان طيب. نعم. والناس كلها بتحبه يعني. هذا يعني ده اللي انا بقصده الحقيقه يعني. الممثل انما هو ماهوش يعني مش مكتوب على انه مكاوي سعيد رحمه الله. نعم. يعني بنشكرك وبنهنئك على دورك في مسلسل الاختيار في جزءه الثالث، الكاتب والممثل ياسين الضوي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنهنئك مره ثانيه. احمد، دلوقتي جاء ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحه الاسلام والاخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها، واللي النهارده هتكون بعنوان لا تتكبر بالتزامك. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت
نعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة لما آمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مبسوط جدا، وراح على والدته يبشرها إن هو آمن، وكمان يقول لها تآمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النتيجة كانت صادمة جدا. سيدنا أبو هريرة قال لوالدته إن أنا أسلمت، ما فرحتش، زعلت، زعلت جدا كمان، مش زعلت بس، كمان قال لها يريد تأمني بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له النبي، وراح يتسبى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة زعل جدا وروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الموقف وقال له اللي حصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح داعي لأم سيدنا أبو هريرة وقال اللهم اهدي قلب أم أبي هريرة، وقال له روح روح البيت دلوقتي. سيدنا أبو هريرة لما روح البيت لقى والدته مغتسلة وقاعدة بتدعي ربنا وبتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. عايز أقول لك حاجة مهمة جداً، ناس كتير مننا ممكن يعامل أهل بيته بتعالي لو هو كان ملتزم شوية، وكمان بيحسسهم إنه أحسن منهم، ومعاملته تبتدي تسوء لمجرد إن في حد عنده مش ملتزم قوي أو في حاجات بتفوته. عايز أقول لك إن ده مش صح وده مش من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام علمونا إن إحنا يكون عندنا أدب حتى مع العاصي، يكون عندنا أدب حتى مع الناس اللي بعيد عن ربنا، ويكون عندنا إحنا هدف كمان إن هم يقربوا، ومش هيقربوا إلا إذا شافونا قدوة. إني أنا التزمت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقدامي حد عنده مشكلة في الفهم أو بعيد شوية أو هو يعني مش قريب أو ربنا، المفروض إني أنا أعمل إيه؟ أول حاجة يكون نصحي وإرشادي حقيقي في أفعالي، يعني ما أقولوش اعمل كذا وأنا يعني في حتة تانية وفي دنيا تانية ويكون كلامي مخالف فعلي وفعلي مخالف كلامي، لأ. وكمان عليك بالدعاء ودعاء الصالحين كمان، لو عندك حد في البيت اوعى تتكبر عليه بأن انت راجل ملتزم، لأنك ما تعرفش ربنا ممكن يعمل ايه هنا وما يعملش ايه هنا. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى لما من عليك بعبادته أو من عليك بالهداية في بيت، لازم تكون واعي جدا لرسالة ربنا ليك، ان انت خد بايد اللي جنبك، انت امسك ايد اللي جنبك واجبر بخاطره وخد بايده على الطريق الصح، لانه لو شافك قدوة حقيقية هيمشي وراك ويتبعك، وكلنا على سكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراما رمضان السنة دي مستمرة معانا ومتنوعة، والأحداث ابتدت تشتد كده بشكل كبير، وابتدت الناس تحدد اختياراتها بقى وتشوف هتتابع ايه. كل واحد حط عينه على مسلسلين ولا ثلاثة، ممكن أربعة، في ناس عندها وقت الخمسة كمان. خلينا نتعرف أكتر مع الناقد الرياضي علي الكشوتي، ايه تقييمه لدراما رمضان وايه اللي بيحصل فيها، ويعني يعمل لنا قراءة كده للي بيحصل. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا بيك. صباح الفل، اهلا بيكم. احنا شايفين كده وجبه دسمه كعاده رمضان من الدراما، والتواجد للدراما الوطنيه بقى او القوميه موجوده وبشده السنه دي. والله وفي تنوع كبير السنه دي على مستوى المسلسلات دراما رمضان، ما بين الاكشن والوطني والاجتماعي والصعيدي، في توليكه كبيره جدا لكبار النجوم المحبوبين يعني في بشكل عام. نشوف مثلا مسلسل الاختيار قد ايه في اهتمام كبير جدا من الشباب، وده شيء جيد جدا ان هم يلتفوا حوالين المسلسل زي ما التفوا عليه في الاجزاء الاولانيه بتاعته. بنشوف يعني اربع نجوم كبار، كل واحد في المسلسل كامل لوحده بيتجمعوا علشان هدف، انا بعتبر ان هو هدف وطني ان احنا نعمل مسلسل زي مسلسل الاختيار، ده هدف وطني. صحيح. وكويس ان هم متفقين حواليه وقادرين يجمعوا كل الشباب والفئات المختلفه ان هم يتفرجوا على المسلسل ويستمتعوا بيه ويشوفوا الحقائق ويعرفوا ايه النتائج اللي كانت بتدبر لمصر.
طبعا على المستوى الاجتماعي في اعمال كتير اجتماعية مميزه، يعني انا سعيد جدا مثلا بمسلسل مشوار المخرج محمد ياسين محمد رمضان ودينا الشربيني، لان هو مسلسل مختلف على شايفين محمد رمضان بيقدم لنا شخصيه ودور جديد غير الادوار يمكن المتكرره او المتشابهه اللي شفناها السنوات اللي فاتت. يعني ما انا عشان كده قلت مسلسل مشوار لمحمد ياسين، لان هو فعلا المخرج هو البطل صحيح الاساسي، وده المفروض ان هو اللي بيحصل، يعني هو ده طبيعي اللي يحصل. هو قادر يسيطر بشكل كبير جدا على اداء الممثلين. نعم. اغلب الشخصيات بتتناسى شخصيتها الحقيقيه وبتجسد الادوار اللي مطلوبه منها في المسلسل، وعشان كده محمد بيقدم اداء منضبط صراحه وبشكل مختلف كبير، يعني ظاهر وهو ودينا الشربيني عاملين زيه حلو جدا، لاقيين على بعض وفي كاريزما كبيره بتجمعهم. يعني استاذ علي الكشوطي، يعني كناقد فني هنرجع تاني للأعمال الوطنية أو القومية زي ما قالت زميلتي منا، لكن عاوز أعرف من حضرتك بقى تحديدا مسلسل العائدون، تابعت إزاي المسلسل ده وتحديدا هو بيصدر لنا فكرة يعني إعادة تدوير الإرهاب وكيف تصدت الأجهزة الأمنية أو المخابرات العامة المصرية لهذا السيناريو المخطط من الخارج؟ يعني أنا بشوف نوعية الدراما ديت مهمة جدا، لان انت عارف ان احنا كشعب مصري او حتى الوطن العربي دايما بيتعاطى مع الدراما بشكل اكبر من نشرات الاخبار واكبر من الجرايد وحتى الافلام الوثائقيه وغيرها. احنا شعب عاطفي فدايما بنحب نتفرج على دراما. لما بتكون الدراما ديت مبنيه على احداث حقيقيه او مستوحاه من احداث حقيقيه وبنشوف فيها الحقيقه اللي احنا بتوقيت كنا احنا عايشينه وبتوفى على الشاشات، ولكن الشاشات الدرامي بتكون تاثيرها اكبر، لان الناس بتشوف بقى يعني قدامها ممثلين من لحم ودم وبتخيلوا الشخصيات دي كان وضعها ايه في الحقيقه. فبشوف ان الاعمال ديت قد ايه بتكون مؤثره بشكل كبير على المشاهد، وقد ايه بتعمل عنده نوع من انواع التوعيه ان هم يشوفوا مصر كانت رايحه على فين وايه المشكلات اللي كانت بتواجهنا، لان في ناس كتير رغم ان هم عايشين على ارض الواقع المشاكل اللي بيحصل فيها، لكن برضه ما كانوش بيتخيلوا ان هي حجم التحديات بالشكل ده. طيب فاي عمل درامي خلينا نروح كده نشوف المسلسلات الاجتماعيه ونشوف المسلسلات الكوميديه. احنا دي الميزه اللي بتميز رمضان، الوجبه الدسمه المتنوعه اللي على كل ذوق، وكل واحد هيلاقي اللي يعجبه واللي هيبقى مناسب جدا ليه وللفئات العمريه كمان المختلفه. عندنا المسلسلات الاجتماعيه والسنه دي موجود فاتن امل حربي وموجود بقوه، وموجود كمان في المسلسلات الكوميديه مسلسل اكرم حسني قد ايه دمه لطيف وخفيف الكبير الكوميديا المتجدده، عندنا مسلسلات يعني حماده هلال وعودته القويه في المداح، يعني عندنا مسلسلات كتير قوي لو نمر عليهم سريعا عشان نلحق نطرحهم كلهم. والله انا بالنسبه لي يعني حابب مسلسل الكبير قوي ومكتوب عليا الاكرم حسني، لان هم الاثنين عاملين كوميديين بيحترموا عقل المشاهد، ويمكن احمد مكي عودته للكوميديا ده شيء كان رائع صراحه، لان جمهور ارتبط بيه في اجزاء كتير من المسلسل، والناس كانت يعني قلقانه شويه من عدم ظهور دنيا سمير غانم واستبدالها بشخصيه ثانيه هتبقى هي زوجة كبير قوي في المسلسل، ولكن احنا يعني امبارح الحلقه كانت جميله جدا وكانت دمها خفيف وروح جديده شابه بنشوفها في المسلسل اللي هي شخصيه مربوحه. فانا شايف ان هو يعني واحد من الاعمال المتميزه، واحمد مكي بيعود مره ثانيه بشكل جديد ولطيف. يعني طبعا اكرم حسني احنا يعني دخل قلوبنا كده مثل ما يخبط هو بيقدم دراما كوميديه لطيفه جدا، وقد ايه هو عنده السنس بتاع الحفاظ على الجمهور بتاعه، يعني هو ربى جمهوره بشكل كبير، الناس اللي هي كانت مرحله المراهقه او اصغر شويه واستمرت معاه سواء في افلامه او في مسلسلاته ولسه مكملين معاه، هو قادر يجذبهم بشكل كبير سواء بالاغاني اللي هو بيقدمها في اعماله او حتى بشكل ومستوى الحوار والقصص اللي هو بيتناولها، القصص كلها
صادقة يعني. طيب أستاذ علي، خليني بس أعرف من حضرتك بقى، يعني إحنا شايفين تنوع زي ما ذكرت في البداية، وفي الحقيقة يعني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عاملة يعني حالة من التنوع، سواء كان اجتماعي سواء كان وطني سواء كان كوميدي أيضا، شايف إيه الرهان اللي موجود حاليا في يعني هذا التنوع من خلال الأربع حلقات اللي إحنا تابعناهم كده؟ والله بص، هو انا بحس ان يعني الرهان بيبان اكتر بعد مثلا الحلقه السادسه او السابعه ويمكن كمان العاشره، لان الاعمال الدراميه في البدايه بيبقى فيها حاجه زي نوع من انواع الفرش الاحداث، بيبدا يمهد للي احنا هنشوفه في ذروه الاحداث اللي هي بتبقى العشر حلقات الثانيه من المسلسل. انا شايف ان هو مثلا مسلسل زي مسلسل فاتن امل حربي، واضح ان هو بادئ من البدايه بان هو واخد صحيح يعني خطه واتجاهه، وبيأثر في المشاهد من اول حلقه. يعني اي نعم، ممكن يكون الموضوع الناس مبالغ فيه شويه، او العنف مبالغ فيه شويه، او ان في شيطنه للرجل، ولكن يعني ما حسب الاسره، بس هو لامس ارض الواقع فيه. تحديدا يعني هو انا عايز اقول لك ان هو المسلسل فيه معلومات كتير جدا مفيده اللي في حاله فاتن. يعني انا مثلا بالنسبه لي كنت اول مره اعرف ان في مركز يقدر يستضيف المراه المعنفه ويعيشها في هذا المستوى الاجتماعي بالشكل ده. ف برضه في حاجات كتير جدا ممكن تبقى غايبه عن البنات او الستات المطلقات. فشايف ان هو المسلسل ليه هدف وليه رساله واضحه، ممكن يكون في بعض المباشره شويه في الاحداث والتناول، ولكن في النهايه يعني هدف توعوي. أكيد. كل الشكر لحضرتك الأستاذ علي الكاشوتي الناقد الفني، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني النهاردة بنحتفل بمرور عام تحديدا يمن على حدث يمكن كانت أنظار العالم كله بتتجه ليه، وهو الحدث الخاص بموكب المومياوات الملكية. 22 ملك يعني من ملوك مصر بعد ما مكثوا أو فضلوا في المتحف المصري في وسط البلد لأكثر من 100 سنة راحوا لمستقرهم أو راحوا لمكانهم الجديد، وهو متحف الحضارات، في احتفالية زي ما قلنا كان العالم كله بيتكلم عليها. وبعد مرور عام لسه الحكاية ما خلصتش، لسه في قاعة جديدة هيتم افتتاحها خلال أيام، هيكلمنا أكتر عن تفاصيل هذه القاعة وعن التفاصيل الخاصة بمتحف الحضارة والجديد اللي بيتعمل فيه الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا بك. يعني زيارة هامة شهدها المتحف القومي للحضارة، عاوزين حضرتك تكلمنا عن يعني حصاد العام أولا للمتحف من خلال الزيارات الهامة اللي شافها المتحف على مدار عام تحديدا. الحقيقة احنا بنحتفل زي ما حضرتك تفضلت يوم 3 ابريل بمرور سنة. في هذه السنة جالنا حوالي أكثر من 800 ألف زائر. جالنا شخصيات مهمة، ملوك ورؤساء ورؤساء ووزارات وحكومات، جات لنا من جميع أنحاء العالم. جالنا كل أطياف الشعب المصري بفئاته الاجتماعية المختلفة والعمرية المختلفة والجغرافية المختلفة. أقمنا مجموعة من الأنشطة الثقافية على مدار العام، ومجموعة من ورش العمل الخاصة بالحرف التقليدية، وأيضا أطلقنا أول موبايل أبليكيشن أو تطبيق في الهواتف على المتحف على مصر كلها وفي المتاحف، إن احنا نعمل هذا الشيء. فالحمد لله الحصاد كان جيد. لا بس لحظه بس يا دكتور، عاوز اعرف ايه الجديد اللي بيقدمه التطبيق الخاص بالموبايل الابلكيشن ده، بيضيف ايه؟ بيضيف هل حجوزات، هل في محاكاه للمتحف، تقدر تعرف كثير عن الخدمات اللي موجوده او بعض الاثار المهمه اللي موجوده بدون الرجوع الى حد. بيستخدم زي مرشد داخلي لكيف ايه اللي موجود هناك وايه اللي موجود هنا، وبعض المعلومات الهامة عن بعض الآثار وبعض الأشياء الهامة اللي موجودة في المعرفة. نعم.
القاعات والتميز اللي بيحصل، خصوصا افتتاح قاعه جديده. ده ممكن نقول ان احنا كان عندنا عدد من القاعات 9 أو 10 قاعات بترمز بقى للشكل القديم والشكل الجديد، ما بين الهرم الزجاجي اللي بنتكلم فيه عن الجديد بتاع الجمهوريه الجديده، وما بين عدينا بقى على الحرف اليدويه، وعدينا على كتير من يعني المراحل اللي مرت بالانسان المصري القديم. الجديد بقى، القاعه الجديده بتتكلم عن ايه؟ قاعة جديدة هتبقى تتكلم عن النسيج المصري على مر العصور المختلفة، ودي اللي إن شاء الله هنفتتحها قريبا بإذن الله. بنشوف النسيج وصناعة الملابس والنسيج في مختلف العصور وتقدمها وكيف نشأت وكيف تطورت على مدار العصور المختلفة. أكيد. طيب طيب دكتور، عاوزين نعرف بقى من حضرتك برضو ايه اهم القطع الاثريه اللي بيحرص كل يعني مرتدي وكل الزائرين لهذا المتحف اللي هم يقفوا ويعرفوا تفاصيل اكتر عن هذه القطعه، اللي هو يمكن زي ما بيقولوا كده هي قطعه بايعه نفسها، يعني الناس بتيجي علشان سمعتها واللي عارفاه. ما فيش قطعه بعينها، لكن على حسب اهتمامات كل زائر. يعني من القطع في مجموعة من القطع بتشد الانتباه، زي الهيكل العظمي لإنسان عمره 35,000 سنة، يعتبر من أقدم الهيكل العظمية في العالم. في تمثال إخناتون، في أقدم طرف تعويضي لأحد الأميرات في التاريخ طبيا فقدت صباع رجلها، ده في القاعة الرئيسية. ده في الالات الموسيقيه القديمه، في الات الميك اب بتاعت الستات. فالامر بيختلف على حسب اهتمام كل حد. في ناس عندها شغف تعرف بعض الاشياء عن القاهره، سطح الكعبه، في الاثار القبطيه. فالامر متوقف على حسب اهتمام كل زائر. كل الشكر لحضرتك الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! وهنبدأ معاكم جولتنا الرياضية من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، اللي أعلن نفيه لكل اللي تردد عن وجود طلبات للموافقة على تجديد عقده مع اتحاد الكرة، واللي انتهى بنهاية تصفيات كأس العالم 2022. وكتب كيروش على حسابه في تويتر وقال إن بعد الأخبار والتعليقات الأخيرة أنا بنكر بشكل قاطع طلبي لأي حاجة بتخص الجهاز الفني أو أي مواضيع تانية خاصة بالمنتخب المصري، ومفيش أي محادثات اتفقت عليها مع اتحاد الكرة لحد ما يتم الفصل في مصير مباراة مصر والسنغال. وقال كمان استغربت من الأخبار الكاذبة اللي بتستغل اسمي لنشر السم بيني وبين جماهير المنتخب المصري. قرعة دوري أبطال إفريقيا اللي تعاملت في مقر الاتحاد الإفريقي كاف أسفرت عن وقوع فريق النادي الأهلي في مواجهة قوية قدام فريق الرجاء المغربي، وده ضمن منافسات ربع نهائي البطولة في نسخة 2021-2022. كمان أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية عن وقوع المصري البورسعيدي ضد نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة السنة دي. وايضا قرعه الكونفدراليه اسفرت عن وقوع بيراميدز في مواجهه مع مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات ربع نهائي البطوله.
ومن ناحية تانية استقر البرتغالي فريرا المدير الفني للزمالك على استبعاد أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأحمد فتوح ومحمد أناجم من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، وحاضر الجهاز الفني للزمالك لعيبة خط النص من المعركة التي تشهدها مواجهة بيراميدز، خصوصا أن الفريق بيضم مجموعة من اللعيبة المميزة على رأسهم وليد الكارتي وإبراهيم توري، والأمر اللي هيصعب مهمة الدفاع والهجوم في الزمالك. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش اختارت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى على العالم للسيدات كأفضل لاعبة في شهر مارس اللي فات، وده بعد ما حصدت لقب بلاك بول وتصدرت كمان التصنيف العالمي مع بداية شهر أبريل. نادي مانشستر سيتي حقق فوز صعب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وجه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من عمر اللقاء عن طريق النجم البلجيكي كيفن دي بروين. أما فريق ليفربول الإنجليزي ففاز كمان على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1 في المواجهة اللي اتلعبت امبارح على ملعب النور، وكانت ضمن منافسات دور الذهاب لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهتقام مباراة الإياب بين بنفيكا وليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء 13 إبريل الجاري. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لأحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، رحب بكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة اللي بنتكلم فيها عن يعني فضل وعبادة من العبادات المحببة ل يعني المواطنين ومحببة أيضا للمولى عز وجل في شهر رمضان. بنتكلم على عبادة الدعاء، العبادة دي بتعتبر من أهم الفضائل اللي أنعم بها الله علينا في هذا الشهر الكريم. للدعاء مكانة عظيمة جدا بالتأكيد، وبتعتبر من أعظم العبادات في شهر رمضان. إزاي بقى نستفيد من هذا الفضل؟ ده اللي هنعرفه من خلال الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شيخنا. صباح النور على حضراتكم، كل عام أنتم بخير. شيخ عبد العزيز، احنا بنتكلم على فضل ومكانة الدعاء، ازاي اخرج من شهر رمضان الكريم وانا يعني متحقق لي وربنا مستجيب لاكبر قدر ممكن من الدعاء؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد طه الامين وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه الى يوم الدين، اما بعد، خليني اخذ الاول من كلام حضرتك انك انت قلت اعظم عبادة، لان بعض الكثير من الناس يفهمون ان الدعاء ده لما يكون الانسان محتاج حاجة صحيح. يوم يدعو، لكن لو مش محتاج فما فيش داعي للدعاء. فحضرتك ذكرت قضية مهمة جدا جدا يغفل عنها الكثيرون، وهي ان الدعاء عبادة، بل هو العبادة. والدليل من القرآن والسنة على أن الدعاء عبادة قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجوب دعوة الداعي. لا، الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما قالش يستكبرون عن عبادتي، ده دليل من القرآن إن ربنا قال الدعاء هو العبادة زي ما حضرتك ذكرت بالظبط. صحيح. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة، لكن هذا حديث ضعيف في الترمذي. فالدعاء عبادة سواء كان الإنسان في احتياج أو في غير احتياج لله عز وجل. ولكن من حكمة الله عز وجل أنه أتى بآية الدعاء بين آيات الصيام، فهي يسبقها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويعقبها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يأتي بقى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مع أن السؤال في القرآن الكريم كله فكل أو كل، وكله يأتي بصيغة يسألونك، المرة الوحيدة اللي سألك يعني يسألونك عن الجبال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الروح.
كل هذا يسألناك، إنما هنا وإذا سألك عبادي عني. الحكمة من دبا، الحكمة من هذا أن كثير من الناس يسألون، لأن إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد القفر، يعني ما قالش وإن سألك. صحيح. إن دي بقى يعني إيه؟ تفيد التقليل وتفيد الامتناع في مواضع أخرى كثير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. خلي بالك في ملحظ هنا لعل حضرتك خدت بالك منه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. سياق الكلام إذا دعاني الداعي أجيب، سأستجيب له. نعم. تمام. فالله عز وجل أراد أن يلفت لنا الأنظار أن الله عز وجل يجيب دعوتك قبل أن تدعو. يعني الإجابة مش مضمونة بس، لا، ده قبل أن تدعو أجيب دعوة الداعي إذا دعا. طب شيخ عبد العزيز، أدعي بإيه؟ أدعي بالأدعية المكتوبة المحفوظة، اللي بالذات مثلا في المناسبات الدينية بنلاقي أدعية منتشرة كده على النت نقراها جاهزة، أو أدعية مطبوعة، ولا أدعي بقلبي باللغة البسيطة بأدعية الأطفال الولاد الصغيرين لما يبقوا عايزين يدعوا بحاجة قبل ما يناموا، ولا يدعوا بعد صلاة بيدعوا بلغتهم بفطرتهم بطريقتهم وهما بيتكلم؟ ده سؤال جميل جدا جدا. أولا يكره السجع في الدعاء. يعني السجع في الدعاء مكروه، يعني اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، الكلام اللي احنا بنسمعه ده كله ده مكروه في الدعاء. لكن زي ما حضرتك قلتي، انت بتكلمي ربنا سبحانه وتعالى، كلمي ربنا لأنه يعلم السر وأخفى، بأي وسيلة وبأي طريقة، واطلبي اللي انت عايزاه من ربنا بأي اسلوب انت تعرفيه، مش محتاجين لا سجع ولا محتاجين. لكن اذا سالتيني ايه افضل الادعيه، هقول لحضرتك افضل الادعيه ما وردت في القران الكريم، ثم ما وردت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما وردت على الصحابه. لكن عندما يكون الانسان له حاجه عند الله عز وجل، قولي له زي ما انت عايز، يا رب نجح ابني، يا رب ارزقني، يا رب يسر لي، قولي ما انت ما تشائين بأي، يا رب ينجح ابني ان شاء الله باذن الله وينجح ابنائنا جميعا يا رب، باي وسيله من الوسائل وباي لغه من اللغات، فالله عز وجل يجيب دعوه الداعي باي وسيله يدعو بها الانسان. ولذلك المهم هنا انها تاتي ايه الدعاء لتبين لنا ان الاصطفاء سبب من اسباب الاجابه. لان الانسان بعد الصيام هو في مرحله الاصطفاء ومرحلة القرب من الله عز وجل، فمن هنا يستغل الصائم هذه الفترة التي هو فيها أقرب إلى الله عز وجل وأكثر حرصا على الطاعة، لكي يسأل الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل دعاء. طيب شيخ عبد العزيز، احنا اتكلمنا ان يعني فضل الدعاء، وقلنا ان رمضان من العبادات المحببه في الدعاء، وقلنا يعني ايه الدعاء من العبادات. لكن احيانا في بعض التساؤلات بتيجي كده عند الناس، يقول لك ايه من الوقت اللي بيبقى فيه ابواب السماء مفتوحه وانت بتفطر، فادعي وانت بتفطر. حد تاني يقول لك لا، ادعي في وقت الفجر من الساعه 12 لحد اذان الفجر. ايه افضل بالظبط وانت بتقيم الصلاه ده بعد التراويح؟ في اوقات كتيره قوي، اي هذه الاوقات تكون ابواب السماء مفتوحه ويتم استجابه الدعاء فيها؟ اولا ابواب السماء مفتوحه في كل الاوقات، 24 ساعه لا تغلق. وكما قال القائل لا تسالن بني ادم حاجه، وأسأل الذي لا تخلق أبوابه. صحيح. يعني لما إنسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه. فالله عز وجل في كل وقت، حدد أنت الزمن وحدد المكان اللي أنت عايزه الله. ولكن هناك أوقات هي مظنة الإجابة، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائر، هل من تائب، هل من كذا، هل من كذا. هناك ساعة إجابة يوم الجمعة، هناك الصائم لا ترد له دعوة، ثلاث لا ترد لهم دعوة، الإمام العادل والمظلوم والصائم حين يفطر. أثناء الصيام ولا حينما يفطر؟
حين يفطر رواية وفي الصيام رواية لأنك قريب من الله عز وجل. لكن أطمن قلب حضرتك وقلب المشاهدين أن الله عز وجل يستجيب في كل وقت وفي كل حين. يعني ما فيش وقت معين ربنا يستجيب فيه وقت نقول لا ده ربنا لا يستجيب، لكن هناك أوقات هي أكثر إجابة. لماذا؟ لأنها أوقات الغفلة التي يغفل الناس عنها. الناس تغفل في الثلث الأخير من الليل، الناس عند الفطار مشغولة بالأكل. بالأكل والشرب ويغفلون عن الدعاء. تقوم أنت تدعو وقت الضحى، الناس تغفل وفي عملها وأنت تتفرغ وتدعو الله عز وجل. يوم الجمعة اللي احنا بنعتبره راحة فيه ساعة إجابة، الناس كلها مشغولة. زي ما فضلت ذكر الله في الوقت اللي الناس فيه مش مركزة فيه بالزبط. الله سبحانه وتعالى بكرم وعطفه حيفضلك أو حيفضلك بالاستجابة. كلام جميل جدا. أوقات الغفلة كلها مفضلة عند الله عز وجل، لأن احنا قلنا أن الدعاء في حد ذاته عبادة. صحيح. ولا بد أن يكون الإنسان عندما يدعو الله عز وجل موقن بالإجابة. مش أن ربنا يستجيب ولا مش يستجيب، لا ده هو ربنا هيستجيب، الاستجابة مضمونة. ده سؤالي فضلت. فضل. فكرة الإلحاح في الدعاء. نعم. وفكرة لازم الواحد يبقى واثق إن ربنا هيستجيب له، ولا بيدعو إنه ربنا يستجيب له، ده في حد ذاته دعاء؟ نعم دعاء. هو الإنسان لابد أن يكرر الدعاء كثيرا، ما يقولش دعوت ودعوت ولم يستجيب. وكذلك لابد أن يكون يعني يحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله تكفل هو بالإجابة وتوعد بالإجابة، فالإجابة مضمون. ولكن خليني أسأل حضرتك سؤالا لكي نوضح هذه المسألة سريعا، ونعرف أن الوقت قرب على الانتهاء. حضرتك عندما تدعو الله عز وجل بدعاء، أنت تظن من هذا الدعاء الخير ولا غيره؟ الخير. الخير. فأنت عندما تظن وتقصد بدعائك الخير فالله عز وجل يستجيب، ولكن الله عز وجل إذا رأى بفضله وجوده وكرمه أن الخير في عدم الاستجابة فلا يستجيب دعائك، ومن هنا تكون الإجابة قد استجابت. يعني مولى عز وجل يستجيب فيما هو مظنة فيه الخير. خير لي. بالضبط، يستجيب في الوقت الذي يراه وبالكيفية التي يراه، وليس في الوقت الذي تراه ولا في الكيفية التي تراه. لماذا؟ لأنك لا تعلم الغيب، فأنت تظن في دعائك الخير، وأن الخير في غير دعائك، فالله عز وجل يعاملك بقصدك لا بدعائك، فيعطيك القصد للدعاء. عشان كده بدعي واستمر ولح في الدعاء زي ما قالت منا، لكن ما فيش استجابة. الاستجابة من وجهة نظري لا، في استجابة في الخير. نعم في الخير. هدي لحضرتك مثال. لو أنا مثلا راكب وقلت يا رب أنا عايز أنهض القطر النهاردة أروح اسكندرية، أنا قصدي أن أنا أنهض على عمل، اتأخرت لأي سبب ما رحتش، يبقى ربنا ما استجابش. استجاب بعد شوية، قالوا ده القطر عمل مشكلة أو عمل حادثة بعد ما خرج، قلت الحمد لله أن أنا ما نهضتش. يبقى الخير في الاستجابة ولا الخير في عدم الاستجابة؟ الخير في عدم الاستجابة. ولذلك قالوا للدعاء مع الإجابة ثلاثة مواقف. يعني الإجابة مضمونة مضمونة، إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يرفع عنك من البلاء بمثلها، وإما أن يدخرها لك ليوم الحساب. لا. الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، إحنا سعداء بوجود حضرتك معنا في هذه الفقرة، يعني المهمة اللي دايما بنخصصها في حلقاتنا خلال شهر رمضان، اللي بنتعرف منها عن فضل من يعني الفضائل اللي موجودة وأنعم بها المولى عز وجل علينا في هذا الشهر الكريم. كل سنة وحياتك طيب، وشكرا لوجودك وحضرتكم طيبين. متشكرين ليكم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، وصباح الخير يا مصر.